مساء الخير مشاهدينا من جديد، متواجدين في ركن التوقيع، هذا الركن اللي يتواصل فيه الكتاب من خلال توقيع اصداراتهم الجديده هنا في معرض الشارقه الدولي للكتاب. اليوم بنتعرف وبندردش شوي مع اول مصوره اماراتيه، الوالده شيخه السويدي. مساك الله بالخير الوالده. مساك الله بالنور. كيف الحال؟ خير الحمد لله، الله يسلمك. كيف حالك؟ الحمد لله بخير الله يعافيك. الوالدة ما شاء الله اليوم توقعين كتابك كاميرا بعشر ربيات. نعم. خبرينا الوالدة شو قصة إصدار هذا الكتاب؟ هذا الكتاب أنا صرت في إذاعة الشارقة فسألوني شو تتمنين؟ قلت أتمنى حق عيال الوطن يخدمون بلادهم، ومثل ما الدولة يعني درستهم وعلمتهم، واللي استوى دكتور واللي استوى مهندس واللي استوى بعد، انا ابغي ان شاء الله هم يقومون بالواجب الذي ادته الدوله لهم. فقالوا لي بعد شو تتمنين؟ قلت بعد اتمنى اوقع كتابي في معرض الكتاب، معرض الكتاب في معرض الشيخ سلطان، وهذا اللي اتمناه. والله بديت كرمه حقق منوتي، وآمر بالشيخ سلطان الله يخليه ويطول عمره أنه بيقوم بواجب الكتاب. أمي أسألك عن بدايتك في الرسم، يمكن في الكتاب ذكرتي بدايتك في الرسم بالصخامة والفحم، فخبرينا أكثر عن بدايتك في التصوير. التصوير هذا مثل ما قلت لك عن سرت جرا مكنزي اللي هو تابع حق السفن أول تيل المراكب، ما دش الخور عندنا حد في البحر، تصير مسكت تصير وتسوي البرقيه، يسمونها تيلغراف هذيك الايام، ما يسمونها برقيه، يسمونها تيلغراف. فالتيلغراف على قر مكنزي، وبعدين انا اصير اجيب البرقيه، ان انا مربني اللي هو يشتغل عند الشيخ سعيد وكيل اعماله، وكيل الفرضه كان هو. انزين هذيك الايام مينا ماشي الفرضه يسمونها. انزين واصير اجيب البرقيه من هنا، من التلغراف من هناك، عاد اودي حق محمد شريف على ما تمرر. يوم واحد يوم صاير اجيب البرقيه شفت الموظفين يتبادلون بالصور يطالعون ويضحكون، قلت لي جيتها شو عندكم؟ قال هاي صور، هذه شو اسمه عكس. قلت له زين راوني، كان يخش يدي من ورا الدريشه راواني. عاد استغربت انا، قلت هذا صوره هي لها خشم لها عين، كيف هذا ينطبع في قرطاسه؟ كان شكات تطبعونه؟ انا قلت شكات تطبعونه؟ قال نحن ما نطبعه. جل الكاميرا قال هذه اللي تطبعه. قلت له زين، جيت اراوني عيل؟ كان يقوم يراويني، هني يحطون الفيلم هني يحيسونه لين يطلع الرقم، ولين وكذي يدقين وراواني الاوتوماتيك. أنا عاد حبيته، قلت له الحين نحن بنسافر بمبي وبتعطينا كل أيام، عاد الهنود يوم تبين نسافرين بمبي يفرحون، وأنا بعد عند محمد شريف، ومحمد شريف اللي جاء عند الشيخ سعيد، وعندهم هم الموظفين. انزين كان يقول ليش ما بعطيك؟ قلت له حمرت محمد شريف بنسافر بمبي بناخذ لنا شهر واحد، تعطيني الكاميرا؟ قال ليه بعطيك؟ انت مضمونه، انا ما اعطيتيني الكاميرا يا ولد محمد شريف يسوي مسخره عاد. انزين عاد كان اقول كان يعطيني. سافرت بمبي، يوم سافرت بمبي وصلت بمبي، وصلنا بليل ونحن ما كان عندنا ليتات، ما شايف الليتات انا. يوم دخلنا بليل وشفت بمبي واريه، قلت هذا هاي الجنه؟ كان يقولون استغفري، هاي بلاد متقدمه قبلنا، قبل دبي. نحن طالعه من عقب عنثر مصري، لين اشوف الدنيا بوالع من ليتات. عاد عقب نزلنا عاد وصرنا، وشفت الخير والمير كله في بمبي. عاد هناك بعد حياة ما شيء، يعني بنت ما تخيل، ما مثل دبي، نخشي هذا ريال ونخشي هذاك ريال، وخذيت راحتي في التصوير. وشريتي اول كاميرا بعشر ربيات. اول كاميرا يوم رجعت مجمع الرولات، وهذيك الايام البنيه ما عندها بيزات،
انزين قلت لمحمد شريف اللي مربني، قلت له انزين انا ابوي مجمع الرولات، كان يقول اعطاني بيزات عشان احمضه، صرت احمضيت الافلام وطلعته. انزين عقب المره الثانيه ترى انا الحين حبيت الكاميرا من غسلت هذا، بعد ابغى غيره، بعد سويت رولات غير، قلت ايه ما فيها فائده الحين كل يوم اطلب الريال بيزات. صرت عند بنات الرضا اللي هو محمد حبيب الرضا دكتور، عندنا اول دكتور في دبي، هذيل يحمضون. قلت لهم فطيم، وقلت خديه علموني انا، لا هذا جوكم وما نعلم ونخاف ابونا يضربنا. قلت لهم انا ما ببيع ولا بسوي لي دكان، انا بعد هذه هوايه وبتعلمها. وتعلمتي منها ما شاء الله الوالده، مشكوره الوالده، مشكوره ما تقصري. الله يبارك فيك يخلي، الله يخليك، الله يخليك، الله يحفظك ويطول في عمرك حبيبتي. طبعا مشاهدينا سوالف ام شيخه ما تمل منها، لكن خلونا نستكمل فقراتنا لليوم.